السلام عليكم ورحمة الله، بكل الخير. يتجدد لقاءنا معكم نشوى من قناتكم أسرار النبات والبيئة Active Woman. رمضان كريم عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية. في الفيديو السابق أخبرتكم أن معرض الزهور ممتد خلال شهر رمضان لمدة أسبوعين أو لآخر الشهر حسب المستجدات، وبالفعل المعرض فضل شغال كذا يوم في رمضان، لكن طبعا مع تصاعد حالات الإصابات بكوفيد 19 أو فيروس كورونا صدر قرار من وزير الزراعة بإنهاء معرض الزهور ورحيل كل الشركات والمشاتل العارضة في هذا المعرض. طبعا هذا الإجراء أكيد كلنا مش هنعترض عليه حرصا على سلامة الجميع. أسأل الله السلامة وينتهي هذا الوباء عن قريب إن شاء الله بحول الله وقدرته. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله.